نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، فهل يجوز هذا؟ الرضاع قد أوضح نبينا عليه الصلاة والسلام وبين نصه القرآن، قال الله جل وعلا: من أهل المحرمات قالوا أمهات من التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاع. تعلم الرضاعة موجودة في القرآن الكريم في الأمهات والأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولما قيل له: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إن ابنة أخينا رضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولما استأذن عم عائشة من الرضاعة عليها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له فإنه عمك. فدل ذلك على ان الرضاع كالنسب، فاذا ثبت الرضاع بالبينه الشرعيه ويكفي به امراه ثقه بان ارضعت المراه خمس رضاعات للطفل الحولين، ثبت حكم الرضاع خمس رضاعات اكثر للطفل على حكم الحولين، فانه يثبت الرضاع وتكون مرضعه اما له، ويكون اولادها اخوه له، وابوها يكون جدا له، وأمها تكون جدة كلا، وهكذا تعصب على النسب تعصب على الرضاع. لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة والكبير ما رضع منها، فلو ينكح أخيه الصغير لأنه لم يرتضع من أمها، إنما ارتضع ولا تقدر من أمه. الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت بناتها إخوة للصغير، ولا يحرمن على أخي كبير الذي لم يرضع. إذا رضع زيده أخ صغير من زينب وله إخوة كبار ولزينب بنات، فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع، ولا يحل للرضيع الرضيع يكون أحل لهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن، وليس أخوات الإخوان الكبار، لأن الكبار ما رضعوا من أمهن، وهن لم يرضعن من أمهات الكبار، ولا من زوجات آبائهم، ولا من أخواتهم، فلا يحرمن عليهن، ولا يحرمن على الصغير، على أخيه الصغير الذي رضع من أمهن.